السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. ان شاء الله نقدم معكم واحد السلطه سهله ماهله سلطه نيسواز، المكونات متوفره في كل بيت ومقيله ديال اللانشوبه بالبيض على الطريقه التركيه، كتجي غزاله غزاله بزاف. وكنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. بسم الله. المقادير غنحتاج واحد جوج بطاطات اللي قطعتهم هكا مكعبات، تكون متوسطه الحجم، نديرهم في كاسرونه نزيدو عليهم الماء، يعني غنسلقوهم عادي. غاو ان خصو يكون الماء يكون شويه مالح، يتسلقوا في ماء مملح باش تشرب البطاطا الملحه وتعطينا المذاق اللي بغينا. صافي غنديرهم يتسلقوا ونتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما تسلقات فانا غنديرها في واحد الاناء وهي بقى سخونة. غدا نضيف لها واحد البصيلة صغيرة مشلضة، انا هنا استعملت البصلة الحمراء، فممكنكم تستعملوا الخضارية ولا اي حاجة، اي واحدة زعما تكون عندكم. غنزيد شوية ديال الملحة، ما تكتروش يعني الملحة بزاف. غنزيد شوية ديال البزار، ثم غنضيف شوية ديال زيت العود. يعني كيبقاو هاد المقادير يعني عينيكم ميزانكم. جهد واحد المعلقه تاع جوج ديال زيت العود صافي، وشويه ديال الخل، قطرات ديال الخل اللي غنضيف. ثم غنحرك العناصر مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا. صافي هنا غناخذ الطباسل ديال التقديم، غادي نحط فيهم نوزع فيهم البطاطا. يعني راه كلشي كيعرف يدير هاد لاصالاد سهله مهله، فراها كتجي بنينه بنينه بزاف بزاف. هنا من بعد ما وزعنا البطاطا غناخد واحد الحك ديال الطون وغادي نفرد فوق منها. تقدروا هنا تفرشوا الخص تحت البطاطا، فانا هنا ما فرشتوش، غادي نوزع الطون كيف كتشوفوا. ثم غادي نزوق بسوا بمطيشه العاديه اولا هنا طوماط سوريز اللي استعملت فحسب المتوفر. زوقت هنا بالبيض المسلوق، ثم غناخد شويه صلصه المايونيز وغادي نشكل خطوط يعني فوق الطبق ديالي. كتشوفوا دابا شكل السلطه كتجي بنينه بنينه بزاف، يعني صدقوني يعني كتجي واعره. فندوز معكم للطبق الثاني اللي هو المقيله. خديت هنايا شويه ديال السميده، زدت ليها شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم البلدي، غنضيف ليها شويه ديال البزار. هادشي ضفتو للسميده. صافي غنحرك العناصر كلها مع بعضياتها. خديت هنا مقله درت فيها شويه ديال الزيت، انا هنا استعملت غير مقله صغيره. غناخذ ديك اللانشوبه غادي ندوزها عادي بحال كيف كندوزو السردين يعني في الدقيق، يعني الصوره راه واضحه. ثم غنبدا نشكل الشكل ديال، ندورها المقله كامله على شكل ورده. يعني ديجا دوزت معكم فيديو بحال هكا، كيف كتشوفوا الوصفه راها واضحه. يعني غير بغينا نعطيوها شكل راه تقدروا تقليوها عادي هاك بهذه الطريقه، راه ما كتهش لينا الزيت بزاف يعني، وكتجي زوينه الصراحه. ثم غادي نديرها طيب عادي يعني من التحت، غنقصوا ليها البوطه، نشعلوها على نار مهيله، نخليوها يعني حتى تطيب على خاطرها من التحت ونقلبوها بطبيعه الحال. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما طابت لينا فاحنا قلبناها، خديت واحد جوج بيضات طربتهم مزيان مزيان، غنخبيهم عليها وغنديرها فوق البوطه عاوتاني حتى يطيب لينا داك البيض ونقدموها بالصحه والعافيه. فهذا هو الشكل ديال المقيله ديالنا من بعد ما طابت، فقلبتها خليت البيض لتحت والحوت من الفوق، والشكل ديال السلطه ديالنا. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.